السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنبداو ان شاء الله اول حصه بالنسبه للموديول ديال الاناتومي اي فيزيولوجي اومان في البلاي ليست ديال اس ان اون بوش اناتومي. دونك بالنسبه لهذه الحصه ان شاء الله غيكونوا تابعينها مجموعه من الحصص اللي كيكملوا الموديول ديال الاناتومي. وفاش كنهضر على الاناتومي راه كنهضر حتى على الفيزيولوجي، حيت هما بجوج داخلين في لو ميم موديول. و دونك ما تنساوش انكم تتبعوا الحصص كاملين، لان اللي كيوقع هو انكم الا تلفتوا شي حصه وما تبعتوها شي عتلفوا. دونك ضروري حاولوا انكم تمشيو خطوه بخطوه، تشوفوا الحصه الاولى ومورا الحصه الثانيه الحصه الثالثه وانتم غاديين. بيان سور كو هاد الاناتومي غيكون في البلاي ليست ديال اس ان اون بوش اناتومي، هذا هو الاسم ديال البلاي ليست اللي غتلقاوه في لاشين. داكوغ، نتمنى نكون هاد القضيه واضحه. الوغ، وباش تفهموا وتستوعبوا مزيان ضروري ما انكم طبعا تكملوا الحصه من الاول حتى الاخر، حتى ولا جاتكم طويله ديروا بوز ومن بعد كملوها. دونك طبعا ما تنساوش بيان سور الا عجبتكم الحصه انكم ديروا لايك، وانكم تخليوا لي كومونتير، تخليوا لي فيهم الاسئله والاقتراحات ديالكم، وتبارطاجيو الحصه ولا فيديو باش توصل لكاع التلاميذ اللي كيقراو خصوصا في اسبيت و اي تخوازيس. الوغ، قبل ما نبداو قبل كل شيء بغيت نقول لكم باللي كاينين بزاف التلاميذ اللي باقيين سالفين، كيوصلوني دي ميساج ديالهم على حساب السيستم ديال القرايه في سبيت ولي موديل شنو غتقراوهم. الوغ، بالنسبه لي موديل اللي غتقراوهم على حساب كل فيليير، داكوغ. دونك هاد كل فيليير غتلقاو فيديو ديال كل فيليير لي زوغ لي موديل اللي غيقراو فيهم، بلوس الفيديو اللي شرحت فيها بروغرام ولا النظام البيداغوجي ديال اسبيت. دونك هاد لي فيديو زائد هاد الفيديو ديال النظام البيداغوجي زائد فيديو ديال النصائح ديال بالنسبه اللي عنده مشكل في الفرنسيه، زائد فيديو اللي فيها نصائح اون جينيرال على حساب القرايه وكيفاش تحفظوا كلشي، هادشي كامل غتلقاوه في سلسله اسرار النجاح في اسبيت اللي بزاف مازال ما شافوهاش. دونك هاد السلسله اللي استفدوا منها بزاف ديال التلاميذ العام اللي فات واللي مازال صالحين فيها الفيديوهات من هاد العام. دونك نتمنى انكم تدخلوا وتشوفوا هاد لي فيديو اللي كاينين في داك البلاي ليست. بيان سور بيان سور خصكم تابوناو ضروري في انستغرام، علاش؟ حيت غنبقى نحط لكم فيها الكوريكسيون ولا التصحيح ديال التمارين ديال الاناتومي. دونك فهاد الحصه نخلي لكم في الاخير مجموعه من التمارين اللي غنحط لكم فيها التصحيح نهار الاربعاء ان شاء الله مع السته، غنحط لكم داك الساعات التصحيح ديال التمارين اللي غنخليهم لكم في هاد الحصه. الوغ، كيما قلتوا لي انني نبدا معكم من العام الى الخاص، داكوغ. دونك حاولت انني نبدا معكم ايطاب بايطاب. دونك دابا نبداو شويه بالحوايج اللي دو باز، الحوايج اللي هما اساسيين باش انكم تمشيو مزيان في الاناتوم. دونك هذا هو لو بلان، لو بلان هو هادشي اللي غنتبعوه باش اننا باش نقراو كلشي ونشوفو كلشي. دونك اول حاجه غنتطرقوا ليها في الموديول ديالنا هي لانتروداكسيون او كور اومان، ولا تقديم ولا كبدايه مقدمه جسم الانسان. مورها غنقراو لا شيمي دو لا سيلول، سيلول هي الخليه. مورها غنقراو لا سيلول ستراكتور اي فونكسيون ديالها. مورها غنقراو لي تيسو، لو سيستيم تيبومونتير، لو سكوليت، لو تيسو مسكولير اي لو ميكانيزم دو لا كونتراكسيون، لو تيسو نيرفو، لو سيستيم نيرفو سنترال اي بيريفيريك، لي اورغان سنسوريال، لو سيستم اندوكرينيان، لو سيستم كارديوفاسكولار ولا سيركولاتوار، لو سيستم لامفاتيك و بيان سيستم دو ليمونيتي، لو سيستم ريسبيراتوار، لي بروسيسوس ديجيستيف، لو ميتابوليزم اي لا ريغولاسيون دو لا تمبيراتور كوربوريل، لو سيستم اورينار و لا بالانس هيدريك اي الكتروليتيك، اي لو سيستم جينيتال ولا ريبرودكتور. وفي الاخير يكون عندنا واحد الريزومي اللي نحاول انني نلخص لكم فيه الكور كامل. الوغ، دونك نبداو على بركه الله. اول نقطه عندنا، اول حاجه هي لانترودكسيون او كور اومان. دونك في هاد لانترودكسيون او كور اومان غنشوفو فيها ليتر اومان اورغانيزم فيفون، لي نيفو دورغانيزاسيون دو كور اومان، لوميوستازي، بوزيسيون اناتوميك اي تيرمينولوجي، لي ريجون اي كافيتي دو كور، وفي الاخير عندنا لي زيكتيرسيس. طبعا قبل ما نبداو بعدا بغيت نقول لكم باللي دابا خصكم تشدوا ورقه وستيلو وحاولوا انكم كل بارتي
شرحت لكم ديروا بوز وباش تنوطيو مثلا شي حاجه اللي ما فهمتوهاش باش ما تدوسش عليكم، شي حاجه اللي ما فهمتيهاش نوطيها حتى تخليها لي في لي كومونتير باش غنقرا كاع لي كومونتير، غندير لكم فيديو فيها الاجابات على الحوايج اللي مازال ما فهمتوهمش. حاجه اخرى، حاولوا انكم في الاخر ديال هذه الحصه ديروا ريجيم ديالكم خاص بكم باش تحفظوا داك لي تيرم برينسيبو ولي تيرم كلي، وباش في الحصه اللي مازال ما تلقاوش صعوبه كبيره باش تلقاو راسكم شادين هاد الحصه، باش هكذا ما داكشي ما يتراكمش عليكم وغتكونوا اجور. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم، و فوالا دونك ندوزو دابا نبداو على بركة الله. الوغ بالنسبه اول حاجه شنو هي الاناتومي، سي كوا الاناتومي؟ الوغ الاناتومي هي واحد العلم اون سيونس qui a pour objet l'étude de la forme, de la structure et des rapports des différents éléments qui constituent un être humain. Donc l'anatomie, c'est quoi? Le واحد العلم اللي كنحاولوا اننا ندرسوا فيه ولا نعرفوا الشكل والستركتور ديال ديال لي زيليمون ولا الحوايج اللي كيكونوا لنا جسم الانسان ولا الجسم ديالنا. La physiologie c'est quoi? La physiologie c'est l'étude هي واحد الدراسة ولا العلم ديال فونكسيونمون دو لورغانيزاسيون دي زورغانيزم فيفون. دونك هي داك كيفاش كيخدمو ولا كيفاش مثلا عندنا باغ اكزومبل لاناتومي، مثلا نقولو مثلا نعرفو بأن كاين مثلا القلب، كاين مثلا الدماغ، كاين كدا كدا كدا، ولكن كيفاش كيخدمو هي اللي كنعرفوها في لا فيزيولوجي. دونك سي لو فونكسيونمون. الوغ لا فيزيولوجي اتيدي ايغالمون لي انتراكسيون، التفاعلات اللي كاينين اونتر ان اورغانيزم فيفون اي سون انفيرونمون، التفاعلات اللي كاينين ما بين واحد الاورغانيزم وما بين المحيط ديالو. الوغ دونك ان اتر هيومان ولا الشخص طبعا عنده احتياجات ديالو، هما لي بيزوان فيزيك. دونك هاد لي بيزوان فيزيك فاش كيتشكلوا لنا؟ كيتشكلوا لنا في الماء، في النوريتور الماكلة، الأكسجين طبعا باش كنتنفسو ضروري، ولا شالور اللي هي الطاقة، ولا بريسيون اللي هي الضغط. لا بريسيون كنحتاجوها فاش؟ كنحتاجوها في لا ريسبيراسيون. دونك سمحوا لي دابا نستعمل الفلويو باش تعرفوا شويه تبعوا معايا. دونك لا بريسيون كنستعملوها كنستعملوها في لا ريسبيراسيون فوالا. الوغ بالنسبه لا شالور كنستعملوها في لي رياكسيون كيميك، الاكسجين كنستعملوه ولا باش كنقدروا ننتجوا لواحد الطاقه لينيرجي ا بارتير دي نوتريمون. شنو هما لي نوتريمون؟ هما داك لا نوريتور. دونك ضروري كنستعملوا النوريتور والاكسجين باش كننتجوا الطاقه. كنظن هادشي ديجا قريتوه في الدرس ديالكم في الباك. الوغ لا نوريتور فوالا باش ننتجوا الطاقه، باش فوالا فورنير دي لينيرجي. والماء كنحتاجوه باش كنأشوريو مجموعة من لي بروسيس ميتابوليزم لي غنقراهم من بعد. ألوغ دابا غندوزو لي نيفو دوغانيزاسيون دو كور هومان. ألوغ بالنسبة لي نيفو دوغانيزاسيون دو كور هومان هما لي نيفو كنقولوها حتى بالدارجة ديال الحوايج اللي كينظمو لنا جسم الإنسان، كيفاش هاد التنظيم. دونك طبعا هاد لي نيفو هادو كنبداو دائما من لو بلو سامبل الى لو بلو كومبلكس، ديما من السهل للصعيب ولا من البسيط لي بلو كومبلكس عليه. وكنبداو ديما بشيميك، موراها سيلولار ولا سيلولار هي ديال اللي فيه الخلايا داكو، تيسولار اورغانيك، موراها سيستيميك ولا لي سيستيم، ومن بعد كنوصلو لورغانيزم. الوغ بالنسبه لشاك نيفو كي ريبريزونتي لنا لاسوسياسيون دونيتي دو نيفو انفيريور، هاد الجمله بالضبط نوضح لكم دابا شويه. دونك لي نيفو شيميك اي سيلولير هما لا باز، هاد شيميك و سيلولير هما لا باز، هما الوال اللي كيكونوا عندنا. من بعد فاش كنهضروا على تيسو، فاش كنهضروا على هاد تيسو كي ريغروبي لنا مجموعه من لي سيلول. دونك هنا نقدروا نشرحوها بكيفاش بكل بساطه، نقولوا خليه مع خليه كتساوي لنا انسجه. دونك مثلا سيلول بلس سيلول بلس سيلول كتعطينا واحد التيسو.
دونك هذه اللي كنقصدوا بها حنايا باللي هذوك الحويجات اللي هما دو باز اللي هما في النيفو اللي قبل منا هما اللي كنجمعوهم باش كيعطيونا واحد النيفو اكثر. مثلا مجموعه من لي سيلول هيعطيوني واحد التيشو، وهذوك لي تيشو عاوتاني كنجمعو داك لي تيشو باش كيعطيونا واحد لورغانيزم وحنا غاديين. دونك لورغانيزم الكومبورت 4 تيب دو تيشو. دونك في لورغانيزم كنلقاو ربعه الانواع ديال لي تيشو، هما ديك ربعه الانواع اللي كاينين. دونك هنايا واحد ليماج اللي كتشرح لنا ولا شيما اللي كيشرح لنا داكشي اللي قلت لكم. دونك من اتوم موليكول، من موليكول سيلول، من سيلول تيشو، ومن تيشو لورغان، ومن لورغان كنمشيو للسيستيم، ومن سيستيم كنبداو نهضروا على اورغانيزم. دونك هادشي كيمشي من لو بلو سامبل لو بلو كومبلكس. الوغ اسافوار واللي خصكم تعقلوا عليهم تحفظوهم ضروري هو التعريف ديال الاناتومي الفيزيولوجي، وخصكم تحفظوا هاد لي كاتر تيب و لو رول ولا الفونكسيونمون ديالهم ولا لا فونكسيون ديالهم. دونك لو تيسيو ايبيتيليال هذا اول نوع كاين، واللي هو الكوفر لو كور اي لا سيرفاس دي زورغان، تابيس لي كافيتي دو كور اي بارتيسيب ا لا فورماسيون دي غلاند. Rôle de protection, d'absorption, d'excrétion, de sécrétion et de diffusion et de filtration. Donc, on a le rôle, le tissu est le plus important في الجلد ديالنا. دونك هاد النوع هذا هو اللي كيمكننا من اننا نحميو بعد الجسم ديالنا من لابسوربسيون ديال لي فيتامين، مثلا فيتامين دي ديال الشمس، من انه من ديك لي سيكريسيون اللي كيكونوا بزاف الحوايج. وهادشي طبعا غنعرفوه من بعد فاش غنقراو لي سيستيم. هاد لو تيسي عيبان لنا ونفهموه اكثر. Le tissu conjonctif, il relie, soutient et protège les différentes parties du corps, stocke l'énergie et les sels minéraux. Donc, on voit qu'il stocke une nabat de taqa ou l'amlach l'madinia, en même temps qu'il protège les différentes parties du corps, qui hmina ou qui ferraq ou qui rebat mabin, plutôt qui rebat mabin partie ou partie de le corps ou qui protège. دونك لو تيسي مسكولير هو اللي كنلقاوه في العضلات، راه باين اللي كيمكننا من الحركه. ولو تيسي نيرفو هو اللي كنلقاوه في لو سيستيم نيرفو في الدماغ ديالنا، هو اللي كيمكن من انه ينتج او ميم بون باش انه يستقبل داك لو لافلو نيرفو اللي كيوصل لينا المعلومه. دونك واللي كيخلي المعلومه توصل من العضلات مثلا للدماغ والعكس. هاد الطابلو اللي كيشرح كل شيء فيه دي زيماج دونك ديال لي تيب دو تيشو، فيه لا فونكسيون راه نفس الحاجه. وهنا زايدين ليكزامبل باش عجبني هو فيه ليكزامبل. دونك مثلا التيشو الاول ديال ايبيتيليال فيه ليبيديرم هو ديال الجلد، و لا غلاند هي الغدد اللي غنقراهم من بعد. دونك هادشي كنحاولوا نعطيكم مقدمات، ولكن ابخي راه هادشي كامل عيب يتوضح. دونك المهم هو انكم دابا تعقلوا بلي كاين كاتر تيشو والسميات ديالهم ولا فونكسيون ديالهم لو رول ديالهم. دونك كونجونكتيف او بيان دو سوتيان مثلا لي كارتيلاج لوس، هادوك لي توندون اللي كيفرقوا لنا ما بين العظم والعظم. دونك لو سون، دونك هادشي كامل داخل في لو تيسي كونجونكتيف. الوغ من بعد لو تيسي ميسكولار كيما قلت لكم اللي كيكون في لي مشك في لو كور، اللي هو لان هذا القلب راه عضله. ومن بعد عندنا لو تيسي نيرفو. لو تيسي نيرفو هو مثلا داخل فيه السيرفو، داخل فيه لا موي سبينال، داخل فيه لي نير، دونك داخل فيه تو سكي نيرفو اللي غنقراوه ديجا في لو سيستيم نيرفو من بعد. الوغ دونك هذه ايماج كتشرح لينا اكثر حتى شنو. يمكن نحاول ندخل لكم لي زيماج اللي زوينين واللي غيوضحوا لكم شي شويه. دونك هادو الاشكال ديال هاد لي تيشو ديال هاد الانسجه. دونك عندنا مثلا تيشو نيرفو، عندنا هنا تيشو ايبيتيليال، عندنا تيشو كونجونكتيف، وعندنا تيشو مسكولار. دونك كما قلت لكم راه خليه زائد خليه زائد خليه زائد خليه كتساوي لنا تيشو اللي هو الانسجه. ومجموعه من الانسجه هي يمكننا من اننا نكون واحد لاباري ولا واحد الجهاز باش كنهضروا. مثلا كنقولوا لي تيشو نيرفو عطاونا السيستيم نيرف، مثلا تيشو مسكولار كيعطيو لنا عاوتاني مثلا السيستيم مسكولار. دونك مجموعه، وكنلقاو في التوتال الجسم ديالنا الاورغانيزم كامل راه مكون من هاد ربعه لي تيشو. الوغ كيما قلنا هنا مثلا ليكزامبل ديال ان اورغان اي كومبوزي دو بليزيور تيب دو تيشو.
دونك ان اورغان كنلقاو فيه يقدر يكون فيه كاع داك الربعه ديال لي تيجي، ما يكونش فيه غير واحد ولا غير جوج. دونك مثلا ليكزومبل ديال المعده لي ستومون اللي مثلا فيها كنلقاو واحد البارتي فيها تيجي مسكولار ليس، فيها تيجي كونجونكتيف لاش، فيها تيجي ابيديليال، فيها لو تيسي نيرفو، فيها لو سون. الوغ او تاني هنايا ليكزومبل التاني ديال دونك اون بارتي ديال لو مومبر ديالنا لي فيه تيشي كونجونكتيف، تيشي ايبيتيليال، فيه لا غلاند، فوالا، فيه اوسي دي كوش دو موسكل ليس، فيه لي ريزو دو نير، فيه لي فيسو سانغان. دونك ديما كيكون عندنا مكومبوزي من بزاف الحوايج ومنهم مكومبوزي من داك لي تيشي. الوغ دابا ندوزو لي سيستيم دو كور. دونك اهم حاجه تقريبا لان من بعد هادشي ولا نتعمقو فيه. دونك ان سيستيم بيضا سي كوا ان سيستيم؟ ان سيستيم اللي كيكون عندنا مكومبوزي من جوج لي زورغان. دونك الى جينا نلخصو غنقولو بلي سيلول بلس سيلول كتعطينا تيجي، تيسو بلس تيسو كتعطينا اورغان، اورغان بلس اورغان كتعطينا سيستيم. هاد العلاقات هادو غنخليهم لكم في انستغرام مع التصحيح ديال التمارين نهار الاربع في 6 ان شاء الله. المهم نهار الاربع نخليها لكم ونقدر نخلي لكم حتى كلكو ايماج اي كلكو فيديو. الوغ كيما قلت لكم ان سيستيم كومبوزي دو دو اورغان او بيان بلس او بيان دو تيسو. دونك وكل سيستيم كيكون عنده واحد لا فونكسيون، واحد لو رول ديالو، واحد الحاجه اللي كيقوم بها، واحد العمل ديالو. دونك عندنا 11 سيستيم في التوتال. كما كتشوفوا هاد الدائره هنايا كما كانت قبيله تي راه فيها اربعه، دونك اربعه لي تيسيو، هنا 11 سيستيم. هذه الطريقه ديالي انا كنديرها باش نعقل على شحال من حاجه كاينه في كل في كل في كل شابيتر ولا في كل تيتر ولا. المهم دونك مثلا لي سيستيم هنا غنعقلو على ان عندنا 11 سيستيم اللي خصني نعقل عليهم كلهم. دونك كاين لو سيستيم نيرفو ولا بالعربيه هو الجهاز العصبي، كاين لو سيستيم اندوكرينيا هو جهاز الغدد الصماء، سيستيم لو سيستيم مسكولير ديال الجهاز العضلي، كاين لو سيستيم سكوليتيك اللي هو جهاز العظمي، لو سيستيم ديجيستيف الهضمي، و سيستيم ريسبيراتوار الجهاز التنفسي، سيستيم سيركولاتوار هو الجهاز الدوري اللي كيكون فيه القلب والدورات الدمويه، كاين لو سيستيم لامفاتيك اللي هو ديال اللمفاويات ولا الجهاز المناعي، ولو سيستيم اورينير هو الجهاز البولي، لو سيستيم تيغمونتير اللي حافي اللي كيكون فيه داخله فيه لابو الجلد ديالنا وداك الشيء، لو سيستيم ريبرودكتور او بيان جينيتال هو اللي معروف هو الجهاز التناسلي. هنا نشوفو بيان سور دي زيماج لي يوضحو لنا القضية. دونك مثلا سيستيم سيركولاتوار فوالا ليماج ديالو. دونك كنشوفو هنايا عندنا الدورة الدموية دونك والقلب، وبيان سور كو فيها دونك الأوردة و لي زارتيغ اي لي فين. دونك سيستيم نيرفو هو هدا لي فيه لي نيرف، فيه الأعصاب وفيه الدماغ وفيه دونك هدا الجزء ديالو، دونك هاد اللي كتشوفوهم بالصفر وزائد الدماغ. دونك سيستيم ريسبيراتوار هو اللي فيه الرئتين وفيه الفم وفيه النيف، حتى هو داخل فيه حتى هو، هذه هي لا بارتي ديال سيستيم ريسبيراتوار. الوغ لو سيستيم ديجيستيف هو اللي فيه عاوتاني هاد لا بارتي ديالو اللي فيها الامعاء، فيها ليستوما، فيها فيها حتى هي الفم، فيها هادشي كامل. وسكوليت هو اللي فيه العظام، وسيستيم مسكولار اللي فيه العضلات واللي كيتفرقوا لنا في الجسم كامل. الوغ لو سيستيم اورينار اللي داخلين فيه لي غان ولا فيسي، وسيستيم اندوكرينيان اللي فيه دونك لي السيستيم اندوكرينيان اللي فيه هاد الغدد ولا الغدد الصماء، وكاينين طبعا هما هادو دونك بونكرياس ديال اللي كنسميوها ديما على حسب السكر، لي غلوند سوغرينال، تيموس، تيغويد، هادشي كامل نتعرفو على لو رول ديالو اكزاكت والهدف منه والخدمه ديالو فاش نهضروا على هاد السيستيم. دونك دابا اهم حاجه كيما قلت لكم حفظوا غير الاسماء ديال لي سيستيم اللي كاين 11 سيستيم، ولا قدرتوا حفظوا حتى هاد المكونات ديال كل سيستيم. الوغ لو سيستيم لامفاتيك هو السيستيم اللي فيه اللمفاويات واللي كيعاوننا في المناعه. دونك كنظن ديجا قريت على اللمفاويات في دار المناعه، ولكن ما فيها بس هنا نزيدو نتعمقو اكثر.
الوغ لي فيه داخلين فيه لي غونغليون لمفاتيك، داخل فيه لو تيموس، داخل فيه لا غات، داخل فيه لا بونديز، داخلين فيه هادشي كامل. الوغ سي كوا ولا سي كوا لو رول ديال لو سيستيم مسكولير اسكوليتي، دونك ولا الهدف منه ولا الخدمه ديالو. دونك سي كوا اي لاسيغ لو سوتيان دو كور اي دو لا لوكوموسيون، دونك كيمكنونا من اننا كنسوتنيو لو كور وباش اننا كنتحركو. داكوغ، دونك لي سيستيم اندوكرينيان اي نيرف، اندوكرينيان الغدد و النيرف بجوج كيجمعو في واحد الوظيفة ديال لانتيغراسيون اي لا كورديناسيون pour assurer le fonctionnement cohérent du corps. Donc يمكننا من داك باش ان العام ديال كاع الاجهزه ديال الجسم تكون صحيحه وتكون كامله، لان الا ما كانوش عندي الغدد اللي كيفرزوا لي مجموعه من الهرمونات اللي كيمكن الجسم بيان سور باش ان كل حاجه تكون بالعمل ديالها كيما يجب. ولو سيستم نيرف هو اللي معروف، العصبي ولا الدماغ هو كلشي، حيت هو اللي كيتحكمنا في كاع داكشي كامل. الوغ كنجيو دابا كنجمعو كاع لي سيستيم ديجيستيف الهضمي ريسبيراتوار التنفسي سيركولاتوار الدوري و لامفاتيك و لورينير، كنجمعوهم في واحد الوظيفة اللي كيقومو بها كاملين، اللي هي انهم كيأسيغيو لنا لو ترونسبور و لا ترانسفورماسيون دي سوبستانس. مثلا كيكونو عندنا مجموعة من لي سوبستانس اللي خصهم يتحركو في الجسم واللي كيمكن دونك كيمكنونا هاد لي سيستيم كلهم من ان هادشي يترونسبورتا من واحد من واحد لورغان واحد لورغان واحد اخر. الوغ لو سيستيم ديجيستيف ولا الهضمي راه معروف، هو اللي كيأسيغي لنا لا ديغراداسيون ميكانيك اي شيميك دي زاليمون بور كيل بويس اتر اتيزي باغ لي سيلول اي اليمين لي داشي. دونك لي سيلول كيحتاجو مجموعة من لي زاليمون، مجموعة من المكونات، مجموعة من الحوايج. هادشي طبعا الجهاز الهضمي هو اللي كيمكن داك لي سيلول من انهم ياخدو داك لي زاليمون لي خاصهم. Alors le système respiratoire il assure l'oxygénation du sang où il élimine CO2, dioxyde de carbone, et il participe à la régulation de la balance acido-basique. À de la régulation de la balance acido-basique, on a fait un chapitre de la bouhda, et on a voulu savoir comment كيفاش حتى كتوقع هذيك لا بالانس اسيدو بازيك، كيفاش كتكون عندنا باش كتاسيغ لنا واحد ليكيليبر، واحد التوازن. Alors le système circulatoire donc il transporte les gaz respiratoires, les nutriments, les déchets et les hormones. Donc هو اللي داخل فيه ديجا هو اللي فيه الدورة ديال الدم، هو اللي كيكون فيه لو كور ولا القلب. Donc il participe حتى هو la régulation ديال la température du corps, l'équilibre acido-basique et protège l'organisme des pertes d'eau, et des maladies. Donc ما كيخليناش نفقدوا الماء. دونك ديما كيخلي داكشي مستمر وكيخلي داكشي مايكيليبري، داكشي متوازن. لو سيستيم لامفاتيك اللي فيه لمفاويات واللي فيه دونك اهم حاجه عندنا فيه هي القضيه ديال لا ديفونس ديال المناعه. دونك كيمكننا من اننا نكونوا تكون واحد لا ديفونس كونتر لي انفيكسيون اي لي زابسوربسيون دي غريس. Alors le système urinaire هو اللي كيساعدنا باش اننا نيليمينيو لي ديشي ترانسبورتي بار لو سان. ايل ريغول لا كومبوزيسيون شيميك لو فوليوم لا بالانس الكتروليتيك دو سان اي بارتيسيپ او مانتيان دو ليكيليبر اسيدو بازيك. لو سيستيم تيغومونتير ايل ان رول دو بروتيكسيون دو كور et la régulation de la température corporelle, l'élimination des déchets, de réception des stimulus sensoriels. Donc, حتى هاد الجهاز بدات وكيمكن اننا تكون عندنا واحد ليكيليبر في حرارة الجسم اللي حنا عارفينها انها ديما كتكون ستابل، ديما كتكون في نفس الدرجة. وهو الجهاز اللي كتكون فيه الجلد، يعني كيحمينا الجسم ديالنا اون توكا. دونك كيحمي الجسم، هادي اهم حاجة. الوغ لو سيستيم ريبرودكتور بيان جينيتال هو جهاز تناسلي، دونك يمكن من ان تكون عندنا لا برودكسيون ديال لي هرمون سيكسيوال اون ميم طون كتكون لا ريبرودكسيون ولا التوالد. الوغ ندوزو دابا لوميوستازي. لوميوستازي شنو هي؟ دونك لوميوستازي كيفي انكم حاليا تحفظوا، دونك هادي كنقول لكم حفظوا لا ديفينيسيون ولا التعريف ديالها. Donc l'homéostasie c'est le processus par lequel une stabilité relative du milieu intérieur du corps est maintenue de façon
à ce que les fonctions métaboliques cellulaires se déroulent avec le maximum d'efficacité. Donc l'homéostasie, il est assuré par les muscles et les glandes dont le fonctionnement est régulé par les informations sensorielles provenant du milieu intérieur. Donc هذا واحد الميكانيزم ولا واحد البروسيسوس عبارة عن مجموعة من المراحل اللي كيمكنوا من ان لو كور هيومن ديالنا من ان تكون عندنا واحد الاستابيليتي ما بين لو ميليو انتيريور اي لو ميليو اكستيريور ديال الجسم الانسان. دونك الميليو انتيريور اللي الداخل والميليو اكستيريور هو الخارجي ديالو. دونك يكون عندنا واحد ليكيليبر اونتر هادوك لي دو ميليو اون ميم طون باش هادشي كامل. علاش؟ باش نقدروا ان ديك لي فونكسيون ميتابوليك دونك لي ميتابوليزم وداك مثلا انتاج الطاقه وداك الشيء كامل يكون عندنا افيكاس. دونك هادشي وهادشي باش كيكون هاد الميوستازي الى اسيوري باغ لي مسكل بالعضلات وبالغدد بلي غلاند. دونك هاد ديفينيسيون ابروند ملي كنقول ابروند سيتادير خصكم تحفظوها. الا تعطيت لكم شي ديفينيسيون واحده ديفينيسيون واحده اخرى ديال هاد لو تيرم نيت من عند بروف ديالكم خاصكم تحفظوا الديفينيسيون اللي عطاها لكم بروف. الوغ باش ما نطولش عليكم بزاف حيت شفت الفيديو عاد جات طويله بزاف، نحاول انني نكمل لكم لي تخوا تيتخ اللي بقاو مع التمارين غنخليهم لكم نحطهم لكم نهار الخميس ان شاء الله عاد تكون تتمه ديال الحصه الاولى. و فوالا دونك الا ما فهمتش شي حاجه كما قلت لكم خليوها لي في لي كومونتير باش نقاد لكم فيديو فيها الشرح ديال اللي ما فهمتوش. والله يوفقكم ان شاء الله.